أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل من العوام يقول بأنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها. نعم العوام. يقول أحسن الله إليكم: رجل من العوام يقول إنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها فإنها تشفى بإذن الله بسبب هذا المسح. هذا وده يمسح على النساء واتخذ هذا لا يجوز. هذا ما يجوز، هذا مسح على المرأة الأجنبية ما يجوز ولا مسها. نعم.